الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فإن الفأل وحسن الظن بالله عز وجل من الأمور التي ينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها ويحرص عليها، فإنها تعطيه دافعا للعمل والتقدم للأمام. فإن المتفائل عنده أمل أن يكون حاله في مستقبله خير من يومه، وبأن يعوضه الله عز وجل ما فاته. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويعلم أن الله عز وجل يدبر الأمور، وأن له مقاليد السماوات والأرض، وأن تدبيره للعبد أحسن من تدبير العبد لنفسه. فعلى العبد يحسن الظن بالله عز وجل في كل حال. قال الماوردي: الفأل فيه تقوية للعزم وباعث على الجد ومعونة على الظفر. فقد تفاءل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته وحروبه، والمراد بالتفاؤل انشراح قلب المؤمن وإحسانه الظن وتوقع الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم أوذي أذى شديدا عليه الصلاة والسلام، فأخرج من بلده، قتل أصحابه، ومات له ستة من الولد، ومع ذلك كان يتفاءل صلى الله عليه وسلم. والذي يقول أوذيت في الله ولم يؤذى أحد، كان يحسن الظن بربه عز وجل، وكان يعجبه الفأل. كان يقول صلى الله عليه وسلم: يعجبني الفأل الصالح الكريم الحسنة. وقال ابن عباس: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير، ويعجبه الاسم الحسن. وكذلك في الحديبية أقبل سهيل بن عمرو، كان يمثل المشركين، قال صلى الله عليه وسلم: سهل أمركم وقد بلغ بالصحابة من الضيق ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، لكنه يحسن ظنهم بربهم عز وجل، يأمرهم بحسن الظن بربهم جل في علاه. وقال لرجل اسمه حزن، قال: أنت سهل، بل أنت سهل. وقد روى عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال جل في علاه: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. وكذلك صلى الله عليه وسلم أمر بحسن الظن بالله حتى في لحظات الموت ومفارقة الحياة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.